نعمل دلوقتي رز بالقرفه والجمبري. المكونات: رز بسمتي مسلوق، جمبري وسط ني، بصل اخضر، صوص سمك، ثوم، ستار انيس او نجمه ينسون، وقرفه. نحط الطاسه على النار وناخد البصل ده نقطعه. هاخد بس الناحيتين اللي نشفوا دول كده، هتخلى عنهم. هسوي، لو خدتوا بال حضراتكم، انا بستعمل الجزء الاخضر من الجزء الابيض من البصل مش الجزء الاخضر. وهحط معلقتين زيت زيتون، وهحط طبعا ممكن نستعمل القرفه الباودر البودره، وممكن نستعمل قرفه العيدان. يفضل لو نستعمل القرفه العيدان اكتر، عشان انا هحطها سليمه زي ما هي، بس هحطها من بدري فهتاخد طعم الزيت، عشان بعد كده لو عايزين نشيلها نشيلها. لو كمان عاوزين نسلق البصل، اسف، نسلق الرز او نطبخ الرز بالقرفه من الاول، يبقى احسن واحسن. بس ده عشان لو كان البصل، اسف، الرز اللي موجود عندنا وعايزين نجدد او نغيره. وهحط واحده من نجمه اليانسون معاه علشان برضو ينزل الطعم في الزيت. خلي واحده للاخر، خلينا بقى نزوق بيهم دول اللي موجودين. والجمبري نوسع كده. الجمبري دلوقتي انا هستعمل فيش صوص. الفيش صوص ده حادق جدا جدا جدا، وطعمه وريحته قوي جدا، فما فيش داعي ان احنا نحط بقى اي ملح خالص. احط بس فلفل اسود، نص معلقه صغيره. سوي كده كويس، ومع القلبة التانية هزود التوم. هاخد معلقة من التوم صغيرة في النص كده، واقلب الجمبري. وبعد ما اقلب الجمبري كده بقى بالسباتشيلا او بالكبشة او بالمعلقة الخشب، هوزع الجمبري كويس، اوزع الثوم كويس علشان طعمه يبتدي يطلع فيه. دي عايزه تتقلب. لازم برضو نعمل حسابنا واحنا بنطبخ ان الطاسه سخنه والاكل اللي محطوط سخن، فلو عايزين الاكل يبقى مظبوط بالظبط 10 على 10، يبقى دايما لو بنخلي الجمبري يقعد مثلا 3 دقايق على النار، هنا انا لسه هحط الرز ولسه هقلب عليه، فنخليه يقعد دقيقتين ونص، نشيل دي دقيقه يا نص دقيقة من الوقت علشان ما يستويش زيادة. يعني أنا كده أحط الرز، وآخر حاجة هتبقى الفيش صوص. ريحته قوية جدا وطعمه مالح جدا، يعني الشوية دول كفاية قوي لطبق رز. وبعدين أقلب كله مع بعضه. عندي انا بقدونس مفروم، هحط شويه هنا كمان. ولو بقلب كده ولقيت انها نشفت، هي ما نشفتش، بس لو حسيت انها نشفت نزود ربع كوبايه ميه. ادي طبق، امسحه بس عشان لو في تراب ولا حاجه من الجو. هنخلي بقى الستار انيس ده باين، والايه اللي هي نجمه اليانسون، وهنخلي الجمبري والقرفه برده باينين فوق علشان تبقى معروف ده بطعم ايه.